قل هذه سبيلي أدعو إلى الله من وحيها عبر حوت معناها وكذا بهادي نبينا قد سطرت قصص روائعها يشع سناها طوبى لمن فهم المقاصد واستقى في قصة هي للمكارم تنتقى أن الحياة تجارب ومواعظ والنيل في طلب السعادة بالتقى فاقرأ بها خبر الحياة مواعظة وافهم بها سبل السعادة والرضا وامرر على أثر لها متدبرة سنن الإله على حوادث من مضى تلك الشواهد لا تزال تدلنا إن أظلم طرق وضل دليلنا آياتها ولجت شغاف قلوبنا كالنور يخترق السماء بلا عنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع. في زمن من الأزمان قبل ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت اليمن تتبع الحبشة في الحكم والملك، وكان حاكم الحبشة يسمى النجاشي، كما أن حاكم مصر يسمى فرعون، وحاكم الروم والشام يسمى قيصر، وحاكم فارس يسمى كسرى، حاكم الحبشة يسمى النجاشي مهما اختلفت الأسماء، لكن اللقب النجاشي. وكانت اليمن تتبع في ملكها وحكمها تتبع الحبشة، وكان والي اليمن رجل اسمه أبرهة، هو الوالي على اليمن، وكان رجلا ظالما، رجلا متغطرسا، رجلا متكبرا. لما رأى أن العرب كلهم يحجون إلى بيت الله الحرام في مكة تضايق، وكان رجلا على الدين النصراني المسيحي، تضايق وحاول أن يصرف الناس عن سفرهم إلى مكة ليأتوا إلى اليمن فلم يستطع، فبنى كنيسة عظيمة كبيرة جدا ومرتفعة سماها القليس لارتفاعها في السماء ارتفاعا شاهقا، وذهب إلى النجاشي يبشره ويتزلف إليه، قال بنيت لك كنيسة كبيرة سميتها القليس. هذه الكنيسة يقول للنجاشي لا أزال أدعو الناس إليها حتى أصرف العرب عن حجهم من مكة إلى حجهم إليها، يعني أخلي الناس ما يحجون إلى مكة، ما يذهبوا للكعبة، بل أجعلها كعبة للعرب. وكان الأمر ليس كما يظن أبرهة، ليس الواقع كما يتخيله أبرهة. العرب الذين ورثوا دينهم عن إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل عليهم السلام، وعندهم هذا الإرث العظيم، وإن أدخلوا فيه ما أدخلوا من الشرك، إلا أنهم كانوا يفتخرون أنهم يرعون ويحمون، وهم سدنة هذه الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل، أكانوا يتركونها لأجلك أنت وما بنيته يا أبرهة؟ حاول، دع الناس ولم يستجب أحد. العرب بعضهم كان متهورا، أحد العرب لما رأى ما فعله أبرهة ودعوة الناس لحج هذه الكنيسة أراد أن يهين هذه الكنيسة. يروى أن أحد العرب مر في ليلة من الليالي على هذه الكنيسة وقضى حاجته داخلها، فلما أصبح الصباح ورأى الناس هذا وعلم الناس ما فعل ذلك العربي. ليس هذا فقط، أحدهم حاول إحراقها وبدأوا يحاولون الهجوم على هذه الكنيسة لهدمها، فلما سمع أبرهة بهذه الأخبار اشتد غضبه، وكان يملك جيشا عظيما، فأقسم أن يسير الجيش بقيادة فيل اسمه محمود،
أن يسير هذا الفيل أمامهم والجيش وراءه ولا يقف إلا عند الكعبة فيهدمها. وسمعت العرب بهذا، لكن العرب ماذا تملك؟ كانوا في ذلك الزمان لا شيء. قبل بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم العرب في الجزيرة لا قيمة لهم أبدا، يتقاتلون على ناقة، يتذابحون على شيء تافه، ما عندهم شيء، لا هم لهم إلا الرعي والأكل والشرب والنساء والخمر، هذا الذي يهمهم. فسير أبرهة الجيش وأخرج الجنود وقواته، وعلى مقدمتهم وفي مقدمتهم ذلك الفيل الذي اسمه محمود، وانطلق الجيش. أول من تصدى له رجل من أشراف اليمن اسمه ذو نفر، نادى قومه وخرج بقبيلته وتدافعوا إلى السلاح وتواجهوا مع جيش أبرهة، فسحقهم جيش أبرهة وأخذوا ذا نفر أسيرا عندهم. ثم تقدم الجيش، أكثر القرى هربت خافت من أبرهة وجيشه. قام له رجل آخر اسمه نفيل ابن حبيب الخثعمي، أيضا نادى في القبائل وتجمعت بعض القبائل معه، وتواجه الجيشان فهزم جيش نفيل ابن حبيب، فأخذه أيضا أبرهة أسيرا، وكان يدل الطريق، فأخذه أسيرا ليريهم الطريق إلى مكة. في الطريق أيضا وصلوا إلى الطائف قبل أن يذهبوا إلى مكة، وأهل مكة سمعوا بالخبر أن أبرهة جاء ليدك ماذا؟ ليدك بيت الله الحرام، بيت الله الذي كان يخشى الناس جميعا أن يمسوه بسوء، وهذا جاء بجيش ليهدم هذا البيت. جاء أبرهة ونزل في الطائف، فلما نزل إلى الطائف قام إليه سادة الطائف أهل ثقيف ورجال الطائف وكبراء الطائف، خافوا أن يهدم بيت اللات، كان هناك صنم اسمه اللات في الطائف، فخافوا أن يهدم اللات في الطائف، فقالوا له مكة ليست هنا، نحن ندلك عليها. شوف الخبث واللؤم، أرادوا أن يدلوا أبرهة على مكة ليهدم الكعبة ولا يهدم اللات، يهدم بيت الله ويحمون صنمهم الذي بنوه بأيديهم. فأرسلوا مع أبرهة رجلا اسمه أبو رغال، رجل يدله على الطريق إلى الكعبة. وفي الطريق مات وهلك أبو رغال ودفن، وصار قبره مرجما ترجمه العرب في ذلك الزمان. أبو رغال أصابته لعنة الله عز وجل، وقبض الله روحه قبل أن يصل إلى مكة لخبثه ولجريمته. يدل أبرهة على بيت الله الحرام لتنجو ثقيف وأهل الطائف من أبرهة وجيشه. زهقت نفسه أبو رغال، فعرف قبره عند الناس، وجاءت الناس كل ما مر أحد على هذا الطريق أخذ حجرا ويرمي هذا القبر ويلعن صاحبه. أما جيش أبرهة فتقدم باتجاه ماذا؟ باتجاه مكة، يتقدمهم ذلك الفيل والجيش معه، وأبرهة بعتوه وبعنفوانه وبكبره وغطرسته يريد أن يهدم ماذا؟ أول بيت وضع للناس لعبادة الله. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، من دخل إلى مكة وإلى بيت الله الحرام كان آمنا. لكن أبرهة لم يكن يعلم هذا، أن الله عز وجل هو الذي سيحمي هذا البيت. وصل أبرهة إلى منطقة بين الطائف ومكة اسمها المغمس، منطقة معروفة إلى اليوم، استراح فيها
جلس فيها أبرهة، عسكر فيها هو وجيشه وخيله وإبله وما عنده من عتاد وسلاح، عسكروا في تلك المنطقة وفيلهم معهم يستعدون للقتال في اليوم الثاني. أبرهة ما بدأ بأي شيء ولم يكن يريد قتالا، أبرهة فقط أراد أن يهدم الكعبة ثم يرجع، لم يكن في نيته أن يقاتل أهل مكة ولا العرب في ذلك الزمان، لأنه أراد أن يصرف حجهم إليه فكيف يقاتلهم؟ فأرسل رسولا من عنده إلى أهل قريش، إلى سادات قريش، ينذرهم أنني لا أريد قتالا معكم، أنا فقط أريد أن أهدم البيت وأرجع. هكذا وبكل بساطة يا أبرهة تهدم بيت الله ثم ترجع؟ ما تعلم يا أبرهة أي بيت هذا وفيه أي حجر وعنده تفجر أي ماء؟ يا أبرهة أما تعلم أن هذه الأرض كانت ميتة فأحياها الله وجعلها خير بقعة على وجه الأرض كلها؟ يا أبرهة أما علمت أن الذي بنى هذا البيت أبو الأنبياء وخليل الرحمن، وصار في ذلك المكان آيات من آيات الله عز وجل؟ يا أبرهة أما علمت أن الله عز وجل هو الذي يحفظ هذه البقعة؟ ما كان يعلم هذا، كبره وغروره دفعه لما فعل. أرسل الرسول من استقبله؟ عبد المطلب سيد قريش جد محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعض السادات من قريش. ثم رجع الرسول. عبد المطلب جاءه الناس في قريش، ماذا نفعل؟ نقاتل؟ قال ما لكم بهم طاقة، ما تستطيعون، جيش أبرهة ما حد يقدر عليه. طيب ماذا نفعل؟ ماذا نصنع؟ قال احموا إبلكم، احموا متاعكم، لأن أبرهة قبل أن يغزو بيت الله ويهدم الكعبة سلب ما وجد من أموال، فأخذ الإبل وأخذ الأموال التي رآها حول مكة كلها سلبها، وكان فيها 200 بعير لعبد المطلب لسيد قريش، 200 بعير سلبها أبرهة مع ما سلب من الإبل والنوق والخيرات. فقال عبد المطلب لأهل مكة احموا أموالكم واحتموا بالجبال فإني ذاهب إلى أبرهة. عبد المطلب خرج من مكة وتوجه إلى المغمس حيث عسكر أبرهة يريد أن يكلمه، يريد أن يتفاوض معه. تتوقعون عبد المطلب سيتفاوض على أي شيء؟ هل سيمنع أبرهة من دخول البيت وهدمه؟ وماذا سيحصل لذلك الفيل؟ وماذا سيفعل الله عز وجل في حماية الكعبة؟ أما أهل قريش فما كان موقفهم الذين عظموا البيت وحموه وكانوا سدنة له؟ ماذا سيفعلون مع أبرهة وجيش أبرهة؟ كونوا معنا في كل هذه الأخبار نحن وإياكم بإذن الله، لكن بعد الفاصل. قرآننا يروي الفضائل قصة من وحيها عبر حوت معناها، توجه سيد قريش عبد المطلب جد محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المغمس، الأرض التي بين مكة والطائف. فلما سمع أبرهة بهذا الأمر أن سيد قريش جاءه يكلمه استبشر خيرا، فلما دخل عليه في خيمته ورأى أبرهة منظر عبد المطلب وكان جميل الهيئة، وكان رجلا سيدا في هيئته، لما رآه أبرهة تضايق أن يكون هو على الكرسي وعبد المطلب جالسا على الأرض. قال الناس يعني إذا رأوا هذا المنظر يعني تضايقوا أن أكون أنا على الكرسي وهذا السيد من هيئته يتبين أنه سيد من سادات قومه أن أجلس على الكرسي وهو على الأرض. ولم يرضى أبرهة أن يجلس عبد المطلب أيضا معه، فإذا بأبرهة ينزل إلى الأرض فجلس مع عبد المطلب، نزل من كرسيه احتراما لمن؟ لعبد المطلب، وجاء بالترجمان بينهما
يترجم لهذا ويترجم لهذا، ما في أحد يعرف لغة الثاني. فقال له: من أنت؟ قال: أنا عبد المطلب سيد قريش. فقال: وما تريد؟ قال: جئتك أكلمك في 200 من الإبل أخذتها مني، هي من أموالي، أريدك أن ترجعها لي. قال أبرهة: ما لا تقول؟ قال: أطلب منك 200 بعير أخذتها مني. قال: جئت تكلمني في 200 بعير؟ والله لما رأيتك أعجبت بك، فلما تكلمت زهدت فيك. تكلمني في 200 بعير هي لك، وجئت أهدم بيتا هو دينك ودين آبائك وأجدادك ولا تكلمني فيه؟ والله لقد زهدت فيك. يعني مثل ما نقول في العامية: طحت من عيني، أنا لما رأيتك عظمتك، لما تكلمت زهدت فيك. فرد عبد المطلب قال: أنا رب الإبل، أنا صاحب الإبل، وللبيت رب سيمنعه. فقال إبرهة بعد أن غضب، قال: ما كان ليمتنع مني. قال: أنت وذاك، أنت حر، لكن أنا أعطني إبلي، أما البيت فللبيت رب يحميه. فأعطاه الإبل، وأسرع عبد المطلب بعد أن غضب أبرهة، أسرع عبد المطلب إلى قومه. قالوا: ما الخبر؟ قال: احموا أموالكم واحموا أنفسكم. قال: والبيت؟ قال: للبيت رب يحميه، للبيت رب يحميه. فذهب عبد المطلب إلى باب الكعبة، هو وبعض سادات قريش معه تعلقوا بأستار الكعبة وعند بابها يستغيثون الله جل وعلا أن يحمي كعبتهم ويحمي بيته، ويتوسلون إليه جل وعلا أن يحميهم في ذلك اليوم. ثم بعد أن توسلوا واستغاثوا والناس يهربون إلى الجبال، النساء والأطفال وكل واحد ماخذ أمواله وحلاله، وتركوا مكة خاوية على عروشها، أسرع بعدها عبد المطلب وذهب إلى الجبال وأخذ يدعو الله. كانوا مشركين لكن يؤمنون بالله جل وعلا، أخذ يدعون الله جل وعلا أن يحمي تلك الكعبة. خرج من المغمس وتقدم أبرهة إلى مكة، وفي الطريق توقف الفيل. الفيل توقف يضرب ليتقدم، لكنه لا يتقدم، يدفع الفيل دفعا ويخوف تخويفا لكنه لا يتقدم أبدا. حول إلى جهة الشمال إلى الشام فإذا به يتقدم، حول إلى الجنوب جهة اليمن فإذا به يتقدم، حول إلى المشرق فإذا به يتقدم. فلما حول إلى الكعبة إلى مكة إذا به يبرك ولا يتحرك أبدا، يحاول الناس به، يضربه الناس، يضربون هذا الفيل، لكن الفيل لا يتحرك أبدا، يتراجع، يأخذ يمنة، يأخذ يسرة، لكنه في الأمام لا يتقدم. فخاف الناس، وعلم أبرهة أن في الأمر شيء، وعلم الجيش أن قدرة الله عز وجل بدأت الآن تتحكم في الأمور، وفي كل وقت وحين قدر الله نافذ في الناس. فإذا السماء قد أظلمت عليهم فجأة، ليس بغيم، السماء أظلمت والشمس حجبت، وأهل مكة يرون الأمر، الدنيا قد اسودت. تعرفون لما؟ لأن الله عز وجل سيحمي بيته الآن. أظلمت السماء وحجبت الأنوار، ليس الأمر بغيم وليس الأمر غبار. إذا ما الذي حدث؟ إنها طير أبابيل، جماعات جماعات من الطيور تحجب السماء كلها. تخيلوا المنظر، طيور عظيمة تأتي جماعات، أفواج، من أين أتت؟ من الذي جاء بها؟ من أين خرجت هذه الطيور؟ إنها جنود الله عز وجل تريد أن تأتمر بأمر الله. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا طيرا أبابيل. جماعات جماعات أظلمت السماء. الآن أبرهة خاف، الناس خافت، بدأ الجيش يتزعزع، بدأت الناس تضطرب، وإذا بالفيل يهرب، وإذا بالطيور، كل طير من هذه الملايين
أكثر، كل طير من هذه الطيور يحمل 3 أحجار، حجر في منقاره، وحجر بالرجل اليمنى، وحجر بالرجل اليسرى، 3 أحجار. كل حجر إذا ضرب أي مخلوق فإن جسمه يتمزق مباشرة. يا الله، ألم تر كيف فعل ربك، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. كل حجر وقع على مخلوق بدأ يتمزق مباشرة. الجيش يفر والناس تهرب والجنود لا تدري إلى أي طريق، جاءوا إلى نفيل ابن حبيب، جاءوا إلى بعض الذين كان يدلونهم الطريق، يسألونهم أين الطريق إلى اليمن، أين الطريق إلى ديارنا، أظلمت السماء، أضاع الناس حتى طريقهم، فجعلهم كعصف مأكول. كلهم يبحث عن الملجأ وعن المنجا، كلهم يبحث عن الطريق، لم يجد، حتى وصلت الحجارة إلى أبرهة بنفسه، أصيب بالألم، بدأ الجلد يتساقط من على جسمه، أخذ يفر ويركض مع جنوده الذين يحمونه، لكنه في الطريق بدأ جسمه يتمزق شيئا فشيئا، جسمه يتساقط، يده، رجله، جسمه يتقطع شيئا فشيئا، عذبه الله جل وعلا، وصار عبرة يتناقلها الناس في التاريخ. طير صغير جندي من جنود الله جل وعلا، لكن دمر الله فيه أمة من الأمم وجيشا عظيما من الجيوش، لم يبق فيهم أحدا. ألم ترى، تعجب، تعجب مما حصل يا محمد، وأخبر الناس بهذا الخبر. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني يا أهل قريش، أما رأيتم كيف حمى الله عز وجل بيته، لما لا تعبدونه، لما لا توحدونه؟ أخبر يا محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم ولد في نفس السنة في عام الفيل، قال أخبرهم يا محمد بتلك الحادثة وذكرهم بها. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل. المنظر مفزع، ترميهم بحجارة. شفت المطر لما ينزل من السماء، تخيل مثل عدد قطرات المطر، حجارة تنزل من السماء. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، طين محترق متيبس، صار يابسا، صار صلدا هذا الطين وهذا الحجر، رمي على رؤوسهم، فضخ رؤوسهم، مزق أجسادهم، مزق أجسامهم، ومكروا، ومكر الله، والله خير الماكرين. لما لم يأذن الله عز وجل لأهل قريش أن يدفعوا عن بيته؟ لما لم يقدر الله أن أهل قريش تقاتل؟ لأنهم ليسوا بكف، لم يكن هذا البيت ليحميه مشركون أمثال عبد المطلب وسادات قريش في ذلك الزمان وأهل قريش، ما كان هذا البيت ليحمى من قبل أولئك الناس، لكن هذا البيت لا يحميه إلا المؤمنون، إلا المخلصون، إلا الموحدون. فإن لم يوجد مؤمن أو مخلص موحد يدافع عن البيت، فإن الله عز وجل حاميه، سيبقى هذا البيت علما شامخا، منارة هادية للأمة كلها، قبلة للمسلمين، إلى أن يشاء الله عز وجل في آخر الزمان يأتيه رجل من الحبشة، أيضا من الحبشة، ذو السويقتين يسمى، بعد أن يرفع الله عز وجل المصاحف
ويقبض أرواح المؤمنين، ولا يبقى في الأرض مؤمن يعبد الله عز وجل، فيبقى شرار الخلق. يأتيه رجل يقول النبي عنه ذو السويقتين يهدم الكعبة حجرا حجرا، فلا يبقى في الأرض خير قط، فيأذن الله فتقوم الساعة في ذلك الزمان. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ بيت الله آمن وسيبقى آمنا ما شاء الله. قصص من الكتاب والسنة نتواصل وإياكم في هذه الحلقات، نلقاكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرآننا يروي الفضائل قصة، من وحيها عبر حوت معناها، وكذا بهادي نبينا قد سطرت قصص روائعها يشع سناها. طوبى لمن فهم المقاصد واستقى في قصة هي للمكارم تنتقى، أن الحياة تجارب ومواعظ، والنيل في طلب السعادة بالتقى. فقرأ بها خبر الحياة مواعظة، وافهم بها سبل السعادة والرضا، وامر على أثر لها متدبرة سنن الإله على حوادث من مضى. تلك الشواهد لا تزال تدلنا، إن أظلم طرق وضل دليلنا، آياتها ولجت شغاف قلوبنا، كالنور يخترق السماء بلا عناء.